Thank you very much, because it's 2-1. Shukran jazilan. I will try to be مهضومه and to speak very بما ان الوقت ضيق ساحاول ان اكون مهضومه وان انتهي بقدر المستطاع من الوقت. شكرا لك جزيلا معالي الوزير جبران باسيل على هذه الدعوه الطيبه. وثانيا اود ان اهنئكم على هذه الفكره المتمثله بتنظيم هذا الاجتماع الشيق. اجتماع اعطاني فرصه قيمه للقاء الكثير من اللبنانيين ولكي ارى أن الشعب اللبناني واللبنانيين ناجحون ليس فقط داخل لبنان بل في مختلف أنحاء العالم. الآن أود أن أخبركم بعضا من قصتي. لسوء الحظ أنا أتحدث عادة بالرومانية ولا ترجمة متاحة بالرومانية اليوم، فسأتقيد بما تيسر لي من الإنجليزية. في 13 من نوفمبر تشرين الثاني عام 84 كان ذاك اليوم الذي لن أنساه يوما. كان لقاء الأول مع لبنان بلدي الجديد. كنت شابة ويافعة جدا وسعيدة للقائي بأسرتي الجديدة وببلدي الجديد والكثير من الأصدقاء اللبنانيين. في العام 1990 عدت مرة جديدة إلى رومانيا واخترت أن أشارك في الحياة السياسية، فالوضع هناك كان قد تغير بعد الثورة من العام 1989. بالتالي كنت أقوم ببعض الأعمال هناك، فكان لدي أساتذة محنكين جدا هنا في لبنان وقد علموني كيف أجني المال، كيف أحقق الربح وكيف أستثمر وأحصل على مزيد من الربح. وبعد ذلك في العام 2000 كنت للمرة الأولى مرشحة لمقعد في البرلمان الروماني. منذ ذاك الحين تم انتخابي، وخلال 6 سنوات كنت رئيسة لجنة الصحة والأسرة. وأود أن أهنئ الدكتورة رندا عقوري على عرضها. أود كذلك أن أدعوها إلى الحضور إلى رومانيا سيكون ذلك من دواعي سروري. فأنا أعرف كيف هو النظام الصحي والرعاية الصحية في رومانيا وليس في رومانيا فحسب، ومساهماتك ستكون قيمة بالطبع. الآن أنا أشغل منصب نائب رئيس البرلمان في رومانيا. هي مسؤولية كبرى بالنسبة لي كامرأة، فأنا المرأة الوحيدة في الواقع في الفرع.